في أن صديق مهندس كان يقيم في بريطانيا، تعرف على عائلة، بنت في هذه العائلة هديت إلى الله عز وجل ودخلت الإسلام وتمكن الإسلام في قلبها وعقلها. نعم. وبدأت تحاول نعم إدخال والدتها في الإسلام، ما استطاعت إلا ذلك سبيلا، تحاول كثير ما استطاعت. ثم إن والدتها وقعت في براثن مرض خطير، أخذت تخدمها خدمة عظيمة جدا، نقلت إلى المشفى، جلست إلى جانب أمها تمرضها وتحاول أن تذكرها بالإسلام والإيمان. يبدو أخيرا وصلت إلى الرمق الأخير، أخذت تلح عليها، قالت لا نعم، طيب ماذا أقول؟ فأنطقتها بشهادة أن لا إله إلا الله. بس الدنيا ليل وبدها شاهد إنه هذه أسلمت حتى تدفن نعم في مقابر المسلمين وتجهز التجهيز الإسلامي. فاتصلت بالمركز الإسلامي في لندن، دنيا ليل، السنتراليست هو الذي أجابها باكستاني، قالت له بعت لي حدا شي اثنين بس مشان يشهدوا، قال له والله ما في حدا، قالت له تعال أنت. فذهب إلى المكان والعنوان الذي بيّنت له، دخل المستشفى، دخل العربي، كانت المرأة دخلت في السبات ونظرت فوجدت الله ابنتها تجلس إلى جانب أذنها تقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله. احترش ماذا يصنع، جلس هو الثاني على الجنب الآخر وأخذ ينطق والآخر لا إله إلا الله. فتحت عينيه وأشارت بسبابتها وقالت بالعربية الفصحى لا إله إلا الله، ثم قالت بإنجليزيتها مرحبا بملائكة الله وأسلمت الروح. هاي صورة، هاي صورة. طبعا هي الباري عز وجل قبل إسلامها بدون ما تحكي هذا الكلام، لكن الله أنطقها رحمة بمن؟ بابنتها، حتى تطمئن إلى أن ودعت الدنيا وهي مؤمنة صادقة بالله عز وجل. شايفين كيف؟ هي صورة. صورة ثانية حكيت لكم عنها يمكن مرة وأكثر من مرة، صارت في بلدنا. نعم، رجل سري نعم حياته بالملاهي ورزقه عن طريق اللهو وما إلى ذلك، صار على هذا المنوال، مرض اشتد به المرض، دخل في ساعة النزع، ساعة النزع وأولاده من حوله، أولاده موجودين أحياء هلا يلي بده بيقدر يتحقق من هالكلام. فتح عينه، جحظت عيناه، قال لكم منو هذا اللي فايت؟ أعطوني المسدس، علي بالمسدس، لك جيب لي المسدس، لك هات المسدس، عم أقول لك هات المسدس. بعدين ارتخى صوته، ارتخى صوته ومات. هذه صورة وتلك صورة. فالإنسان ينبغي أن يكثر دائما من الدعاء الذي يضمن له حسن الخاتمة. نعم. اللهم اختم حياتنا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا يا ذا الجلال والإكرام.